ترقص او مسوي حركات معينه، فمسويها في وضع صعب. فيجي الشخص يطبق نفس الحركه مع حصان واقف بقره ودم بارد في مكان مغلق، ما في تمييز انك تسوي شيء هذا. فمتى تسوي الحركه اهم مجرد فعلها. اللي يصير انا شخصيا اقول لك لا تركز على وضعيه الجسم، ركز على شغل اليد الصحيح، لانك اذا ركبت الحصان بالشكل الصحيح باليد وزنت الحصان تحتك وزنك فوقه، فاليد توزن الحصان، الحصان يزنك فوقه، مما يجعل وضعيتك على الحصان مثاليه. والسؤال عن موضوع الوسط، هذا الوسط او غيره، زي وضعيه الركوب الاخرى، مع انه من ضمن الامور المتكلفه، تلقى الشخص راكب على سرج فيتكلف، يحرك وسط يمين ويحرك وسط يسار ياخذ راحته. لكن لما تركب بدون سرج وتحاول تتحكم بالحصان يصير اي حركه زايده او ناقصه مو بعليك تسويها، الحصان يفرض عليك فرض انك تحرك تحرك طبيعي، فيصبح تحرك الوسط بشكل طبيعي، ليس زايد وليس قليل. فانت زي ما قلت ما تثبت نفسك فوق الحصان، تخلي الحصان يثبتك فوقه. كيف اخلي الحصان يثبتني فوقه؟ اذا حس بالفعل انك قطعه منه، انك لو صار لك شيء يصير له، لو جاك شيء جه، يبدا يختار انه يحميك لحمايه نفسه. هذا رايي في موضوع تحريك الوسط ووضعيات الركوب بشكل عام. تكلمت عنها باليوتيوب، لها قائمه معينه اسمها وضعيات الركوب في اليوتيوب. بالنسبة للفرس الإنجليزية تنطلق وتحاول تطيح لي في ظهرها، اكتب باليوتيوب أحمد الحقيل الرقبة الخارجية والكتف الخارجي، الرقبة الخارجية والكتف الخارجي، قد يفيدك المقطع. كذلك مقاطع الكاع، الكاع الشرسن طبعا ما يرجع كما كان، لكن اكثر العلاجات الموجوده عندنا غير الدهانات البلاستر وغيرها الكوي، يكون دائما شفت حصان مخطط من قدام وقوائم تلقاها فيها زي الشرطات زي الكوي، الناس اللي يكون كوي ما كويس. صدق ولا تصدق بعض الاسطبلات بعضها كبير، بعض الاسطبلات الكبيره يمكن نكوي الحصان لان عارفين انه بيشرسن. تخيل اقول لك نربط الرباط حق اللاعب لان عارفين انه بيجي رباط، صارت المهزله الدرجة هذه. بالنسبة للحمرة تكلمت عنها باليوتيوب، اكتب باليوتيوب الحمرة أحمد حقيل الحمرة، تكلمت عنها أو يمكن من الجايات عفوا. الحمرة بما أني ما نزلت أخذ كلام عنها، الحمرة إذا بالفعل حمرة، الحصان بالفعل محمول مو بداية حمرة، بالفعل جت حمرة، لا يمكن يرجع كما كان، يعني مستحيل تعالج الحمرة بحيث أنه يرجع طبيعي. تخف تقل ممكن، لكن ترجع كما كان مستحيل إن كانت بالفعل حمرة مو بداية حمرة. الخوف طبيعي في البدايات، السؤال كيف تكسر حاجز الخوف؟ الخوف طبيعي في البدايات، لكن مع الوقت تبدأ تتأقلم. لكن بشكل عام سبب الخوف هو توقع شيء معين، توقع صان ينطلق، توقع صان يطيحك، توقع صان يلعب، فإذا عرفت مع الوقت أنك متحكم بالحصان راح الخوف. يعني الخوف له سبب، إذا راح سبب الخوف زال الخوف. فكل ما ركبت ركوب صحيح تحكمت، وكل ما تحكمت قل الخطر، وكل ما قل الخطر قل الخوف أو زال، معناه ما يمكن ينزل ويخف. كوارتر هورس اسم الترجمة الحرفية لها الحصان الربعي. ليش سموه كوارتر هورس؟ حصان الربع ميل، كوارتر يعني ربع. أسرع حصان في العالم في الربع ميل، في ولاية معينة في كاليفورنيا كان سباقات عندهم بس ربع ميل، فنتجوا من خير الثوربيد، عندك النص بنص أو الأنجلو عرب، وشو؟ عبارة عن مزيج بين الثوربيد والعربي. لما طلع عندهم الأنجلو عرب أو النص بنص، نتجوا النص بنص مع الثوربيد، طلع لهم كوارتر هورس اللي هو حصان الربعي، اللي هو أسرع حصان في العالم في الربع ميل. لا تخصصات اخرى زي سباق الريس، سباق البراميل، وكذلك كاتنج ورينج في امريكا يفيد فيها وجيد فيها، لكن الموستانج يغلبه تقريبا. لكن في سباق الربع ميل هو الاسرع، كذلك سباق البراميل جيد لانه سريع جدا في القومه وفي الرجعه. هل عددها قليل؟ نعم، لانه عباره عن سواقه نتجت في امريكا، يعني هي موجوده في العالم كله تقريبا في ولايات معينه في امريكا. اسم الحصان اصلا السواقه اسمها امريكان كوارتر هورس، أو كوارتر هورس the breed that Americans made، يعني السؤال اللي الأمريكان صنعوها أو يعني أنتجوها.
كلام غير دقيق من النهاية عربي، لكن يعني يدعون من بالفعل هم اللي زي ما الثوربيد يسمى انجليزي، الكوارتر هورس يسمى امريكي. ممكن الجر، السؤال هل الجر لمس العنان يحل محل الجمع؟ ممكن، بس في حالات مؤقتة. إن الفكرة من الجمع هو أن اليد ثابتة والعنان متحرك، والفكرة من التزليق أن اليد ثابتة والعنان متحرك، جريت الظهر تحرك وراء، لكن أنت ممكن تسويها مرات إذا كان شغلك مضبوط، تجر ثم بعدين تجمع، ما يمنع أنك جريت، صار ما تفرق معه جريت أو جمعت، بس تفرق معه يتحرك وضعية جسمك تغيرت. فإذا كنت بتجر لكن عقب ما توصل لبطنك تجمع مره ثانيه، اصلا ما راح تفرق معه، لانه متمسك الصام بيد واحده ويدين، وما ادري انك راكب بيد واحده يدين ويد واحده، كل اللي يحس فيه الخفه، يدك خفيفه وشغل مضبوط، يدك تقيله وشغل خطا. كذلك موضوع الجمع والسحب، ان كنت تقدر تسحب كانك جامع وما يحس، ليش لا؟ ويحصل الشيء ذاك باوضاع مؤقته، لكن الاستمرار فيه خطا في الطريقه. ليش خطا؟ لانه بيتدخل بوضعيه جسمك. الحصان اللي هو رايح للمكان حقه او الاسطبله او بيته يسرع وفي الروحه حارن او كان او هادي، هي طبيعه في الخيل، طبيعي الحصان في الطلعه ما يكون متحمس، في رجعه يكون متحمس انه يبغى محله، بس كونه يبغى محله ما يعني انه في الطلعه ما يتحرك وفي الرجعه ينطلق، هذا اكبر خطا. لازم الحصان في الروحه اقدر احركه متى ما بغيت، كونه هادي طبيعي، كونه مو متحمس طبيعي، لكن لو قلت تحرك تحرك. هذاك في الرجعة كونه حار طبيعي، لكن أتحكم فيها وقفة رجع وراء ممتاز. كثير من الناس يقول لك حصان طبيعي حار فما تحكم فيه، وطبيعي هادي فما تحكم فيه، خطأ. هادي لكن تتحكم فيه، كذلك حار تحكم فيه، وهو راجع حار طبيعي لكن إن فقدت التحكم فيه لأنه حار في خطأ في الركوب، وهو طالع هادي طبيعي لكن فقدت فيه التحكم فيه لأنه هادي في خطأ في الركوب. ما هو الخطأ في الركوب؟ دقة في اليد. اتوقع عادي عندي المهر عمره ما بعد كمل شهر، يمكن ياكل سكر ويقرطه ويلعب فيه عادي. ما طبعا تحت في اختلاف الخيل، بس دام ياكل ليش لا؟ ما راح يضر، ولا تعطيه السكر واجد، اعطاه حبه حبتين ليش لا؟ ما راح يضره، خليه يستانس. إذا تبغى الفرس ترفع يدينها، معني أنا شخصيا ضد إجبارها على رفع اليدين، وناحية استعراضية شكلية، لكنها مضرة للخيل، مو مفيدة للخيل إذا أجبرتها إجبار عليها. لكن إذا كنت يعني مصر، من ضمن الأشياء اللي تساعد، طبعا الركوب له دور، صلب الركوب له دور، لكن الأشياء اللي تساعد الحصان على رفع رجلينه، معناها أنا ضدها، الشعيب، الأرض الثقيلة تضطر الحصان يرفع يدينه. كذلك موضوع الخلخال، بعض الناس يحطون الخلخال عشان يضطر الحصان يرفع الرجل. كذلك موضوع البوت الثقيل، صار زي اللي حقين الكرة يحطوا على بطاط تراب، كسرها فيها تراب، يثقل الوزن على الرجول، فيضطر اللاعب يقوي العضله. لكن انا شخصيا ضد الشيء ده، بس انه يعني تعليم الحصان على رفع الرجلين او رفع القوائم يتم بعده اساليب، بعضها صحيح بعضها خاطئ، فكيف تسوي اهم مجرد. فانا شخصيا ضده، انه مفترض الحصان يختار وضعيته، هذا بيرفع اكثر هذا بيرفع اقل، شيء راجع للحصان. شوف اذا كان الحصان شد او حتى تمزق في تطعيم، اذا كنت تبغى السؤال عن العلاج الشعبي للكتوف، الفصد يحطون ابره على عرق الحصان عند الوريد من عند الركبه وطلع الدم الفاسد، ذاك التطعيم يجيب لك زي الموس ويطعم عن كتف الحصان، زي اقرب ما لها الحجامه في البشر، يطلع لك الدم الفاسد بكتف الحصان كله، قد تفيد طبعا تسوي يمين ويسار، بس قد تفيد اذا كان الحصان في شد او تمزق. كذلك موضوع التجليل، لما تجلل الحصان تحط عليه كريمات او مراهم حاره تخليه عرق، اذا عرق الحصان العضله الالم اللي فيها يقل. زيادة دقة اليد تختلف باختلاف الطرق، بس الكلام
خلينا تقول كيف اخلي الشخص الرسام يدخل فيها او يعني دقته في الرسم جيده. في عده اشياء تقدر تساعد فيها: الممارسه، الرسم، استعمل القلم الفلاني، استعمل فرضا الورقه الفلانيه، استعمل الاضاءه الفلانيه. بس بالنهايه كل هذه الاشياء ما تعني شيء اذا بالفعل يده ما فيها موهبه. فزيادة الدقة ليس أمر محتوم، ما يمكن تحسن الدقة مع أي شخص، موهبته هي الأساس، لكن أنت تحاول تساعد. طب من ضمن الأشياء اللي تساعد الدقة الوضع الصعب، كل ما كان الوضع صعب كل ما كانت الدقة سريعة، أنت فقط تحاول تطلع الشيء اللي بيطلع بوقت طويل بوقت قصير. أنت ما تعطي الشخص موهبة، ما تقدر، أنت فقط تقول كان عنده موهبة بتطلع أحاول أسرعها. فتسريعها عن طريق أنك تحط الشخص بوضع صعب، كل ما كان الوضع صعب كل ما اضطريت تسوي الصح، وكل ما كان الوضع سهل انت ما اضطرت تسوي الصح. لكن يبقى الموهبه هي الاساس، الخياله موهبه وليست يعني خبره فقط. اهم نصيحه للمبتدئ انه لا يشتري حصان ولا يركب الحصان لين يعرف بالضبط بالفعل وش يبغى من الخيل. اكثر المبتدئين يدخل ويصادف له شخص وياخذ كل المعلومات منه ولا ياخذ معلومه من الاطراف الاخرى، ويشتري حصان من الشخص ده، وبالنهاية يتضح له مع الوقت أن هدفه غير هدف الشخص هذا، ويتكسر ويتعور الحصان، يعوره على غير سنة. فلا بد تعرف بالضبط وش تبغى من الخيل قبل ما تفكر بشراء شيء، ثم تسمع من جميع الأطراف اللي أنت مقتنع فيها، ثم تقتنع باللي يقنعك أكثر، ثم تأخذ الخيل أو الحصان اللي مناسب للوضع اللي تبغاه. نقدر نقول التروي قبل شراء الحصان وقبل الدخول في أي طريقة ركوب أو أي أسلوب ركوب. بالنسبة للحصان اللي فتحت راح مسار غير المسار اللي تبيه، معناته في خطأ في الهذبة وفي القاب والمسار. لا يمكن الحصان تفتح به يقوم يغير اتجاهه يسمى حصان موزون أو مركوب ركوب خطأ، لأن الاتجاه والسرعة وجهان لعملة واحدة، والاتجاه أهم من السرعة، لأنك لو بالفعل حصان منطلق ما يوقف إلا التحكم بالاتجاه.